بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مديرية أوقاف مطروح، 24 سبتمبر 2021، وصول الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي بكمية 2 طن من اللحوم. وصل عدد كيلوات من اللحوم لمديرية أوقاف مطروح 14 طن من اللحوم. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر 2021، استلمت مديرية أوقاف كنا كمية من لحوم الأضاحي وقدرها 4 طن. يصل اليوم الجمعة 24/9/2021 يصل إلى مديرية أوقاف سوهاج الدفعة 12 من لحوم صكوك الأضاحي، ليصبح عدد الأطنان التي وصلت إلى مديرية أوقاف سوهاج 46 طن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.